اوكي مرحبا شباب ولاد، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل شيء تمام. احنا اسمعكم عليكم، جات لكم مقطع جديد يا اساطير مثل ما انتم شايفين حبايبنا. طول بالك وانا من اي شيء يا اساطير، لا تنسوا تصلوا على حبيب محمد عليه الصلاه والسلام يا احلى الناس. طبعا شباب الفيديو اللي فات نسيت اقول هذا الشيء، نسيت اذكركم. اوكي لا تاخذوني الله يسعدكم حبايبنا. اليوم عندنا اشياء جديده اسطوريه ومو اسطوريه بنفس الوقت. اوكي معلم، شغل 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 شغل، فرجيكم اول شيء. روح يب حبايبنا، مثل ما انتم شايفين يا اساطير راح يرجع سكنات لا كازا دي بابيل. شباب بالمناسبة رجع السيزون الجديد للموسم، راح يكون يوم الجمعة حبايبنا في النتفليكس، كل الاشياء الحبيبة والله. اوكي خلينا نقول شباب مثل ما شايفين السكنات رجعوا. اوكي هاي بالنسبه لسكنات لكازا دي بابيل. اوكي يا اساطير، خير في شيء ثاني شباب عندنا هون الشيء يعني ما بنحبه يعني كثير، وكثير من اللاعبين شباب يعني ما اعرف شو دخل، اكيد كلكم عرفتوا شو اللي صار شباب، والخبر اللي طلع حبايبنا كريستيانو كرونو معلم. طبعا شباب راح يكون في تحديث لكريستيانو، اوكي اعتبارا من اول تحديث، ما هو التحديث شباب راح يكون ان شاء الله باذن الله تعالى شباب يوم الاربعاء، راح تسكر اللعبه بالصباح صباح اليوم الاربعاء من الساعه 4 3 كذا، راح تبدا يعني 4 3 4 صباحا فجرا يعني. اوكي وراح ترجع مثل كل مره شباب على الساعه تقريبا 12 وفوق. اوكي يا اساطير، هاي بالنسبه للشيئين شباب يعني اللي عن جد ما اعرف شو بداخلكم يا اساطير. عندنا هون شباب راح يرجعوا السكنات لكازا دي بابيل، كل الاشياء ان شاء الله قريبا يعني. اوكي والشيء اللي خبر ما قلت لكم حلو هذا الخبر حبايبنا، بعرف كثير منكم كان بيعرف هذا الشيء ومنكم ما كان بيعرف هذا الشيء يا اساطير. حلو وقفوا دقيقتين، شيء كثير مهم شباب بموضوع التحديث شباب بتصير مع الكل، لا تنسوني يا اساطير اول يوم الاربعاء اول واحد الشهر ديسمبر تمام، لا تنسوا تروحوا على البلاي ستور تحدثوا اللعبه تمام. كل ما سهل بتدخل على البلاي ستور بتدخل بتحدث اللعبه وبيكون وضعها كلوز اللوز، وبتنزل حتى تفتح، لانه في كثير منكم شباب عم ينسى هذا الشيء ومنكم ما بيعرف هذا الشيء ولحد بيحذف اللعبة بيرجع بنزل. ما كلمة عليك، تروح على البلاي ستور تعمل ابديت وان شاء الله وضعها كلوز باذن الله تعالى يوم الاربعاء راح يكون تحديث. ايوه شباب بالنسبه لاضافات التحديث وكل الاشياء حبايبنا، نزلت لكم مقطع ما اعرف اذا شفتوه على القناه، دخلت سيرفر المطورين جربت اغلب الاشياء الموجوده بالتحديث شباب، وراح نجرب التحديث شباب اول ما يتجدد كمان، راح نجرب نشوف كل الاشياء من الف للياء. يب من الف للياء. اوكي يلا يا شباب خلينا نبلش على الشيء الثاني شباب اللي نزل معنا اليوم، حدث جديد. بس وقف شباب، بدي منكم تعطوني رايكم بشيء كثير مهم شباب، اللي هو شو راح تعملوا. وقف، شو الشخصيه البديله اللي راح تصير يعني راح تلعبوا فيها غير كورونا شباب تمام؟ طبعا شباب مثل ما شايفين خلاص باين من الصوره شباب كورونا حبيبي والله، نشوفك على خير حبيبي. اوكي بس شو هي شباب الشخصيه اللي راح تبدلوا؟ اكتبوا بالتعليقات خلينا نشوف شباب شو راح تعملوا، شو راح ما تعملوا حبيبي والله. اوكي يلا ندخل على الحدث الجديد يا اساطير، ليتس جو. طبعا هون الشباب اليوم نزل سكين تمام، وين هذا حبيبي والله. طبعا شباب قبل ما نبلش نشوف السكين شباب، شو مثل ما انتم شايفين شباب الفاير باس هذا الجديد راح ينزل ان شاء الله يعني اعتبارا نفس الشيء اول شهر حبايبنا، مثل ما انتم شايفين شباب عندنا العناصر تبعته. والشيء اللي يعني اللي جذبني اكثر شباب، بتعرفوا انا دائما الاشياء اللي بتجذبني اكثر بالفاير باس اللي هي الرقصات شباب، هذول الرقصات الحبيب والله. طب خلينا نشوف السينماتيك تبعه شباب، ليتس جو. صراحه انا ما شفته لحد الان. اوكي جوكر وما جوكرات، يا سلام عليك حبيبي والله. زبطوا ما زبط قوي، زبط قوي جاي اتفرج. هذا السكرتير حاضني هذيك هيك العزمي عم بيعطيك كروت، عم بيصير عنده اسلحه وكل شيء حبيبي والله. لوز قول لي يعني حب. اوكي تقييم كل هذا الفاير باس يا اسطير، بس ولكن شباب انا الشيء اللي حابب اشوفه الرقصه كيف راح تكون شكل الرقصه، الشيء يعني متحمس هذا الشيء. اوكي يا اسطير طبعا شباب ان شاء الله اول ما يجدد الفاير باس شباب راح يكون تقريبا على منتصف الليل، راح انزل لكم مقطع شباب نجربه مباشره، نشحنه كامل ونجربه. اوكي خليكم جاهزين غدا ان شاء الله باذن الله تعالى. اوكي شباب طبعا شباب انا كثير متحمس شباب، كثير متحمس، طولوا بالكم شباب. خلينا ندخل طبعا هدول مثل هدول العناصر شايفينها معي تمام، عندنا هذا السكين الشاب حبيبي والله باللوز. البنت ما راح ندخل بالتفاصيل كثير شباب، خلاص اول ما يجي نشوفه مع بعضنا شباب قطعه وعنصر عنصر. اوكي هي الرقصه شكلها باللوز معلم. اوكي خلينا نروح ندخل على الحدث الجديد اللي نزل الان يا اساطير. اوكي هذا هو شباب التجميد لف واربح جوائز، هذا السكين ثعبان المضيق. خلينا ندخل شباب نشوف هذا الحدث
شو هالحل هذا حبيبي. طبعا انا دخلت عليه بس ولكن ما فهمت شيء منه. اوكي قلت لحال يلا انا راح اشوف شو راح يصير معي. بس شفته انه اول شيء مكتوب انا شاب لفه واحده هات نشوف. اوكي ضربت بس شو طلع لي وات شو عم بيصير هون. اوكي تحت شباب هون في لفه عم يعطينا لفه خصم 12 حبيبي والله شكرا لكم خصم يعني باللوز فصلت اللعبه يا زلمه شو هالعز. يلا ندخل شباب ليتس جو خلينا ندخل على حدث الشباب نشوف الاوضاع كيف كانت. اوكي هون عندنا اول لفه شباب خلينا ندخل على اول لفه اللي عملتها ذكرني مره اخرى عملتها. اوكي حبيبي والله يعني تمام لما سيبني اللفات من التمجم هون يا زلمه والله ما فهمت شيء يا زلمه. خلينا نضرب كمان لفه. اوكي انا بيروح يمين يسار طب هذا الشيء ما بيروح يعني ولا شلون؟ 13 من اللفات للتجميد اخذت الرسوم من تحت ثم البعث خلينا ب 25 كل لفه ب 25 ولا كلون ما يختلف ولا شلون شباب. اوكي ول صندوق غنائم اللي سلحت الفكتور كفو حصلت على الصندوق هذا كفو صراحه شباب ما عاد افهم يعني هلا كل لفه معلم لازم يعني ما يتغير الوضع ولا شلون؟ كل لفه ب 25 يعني ما يتغير هات لشوف لفه ثانيه شوف حبيبي والله. اوكي ايوه شباب ركزوا معي كيف شباب طبعا مثل ما انتم شايفين هون معنا شباب عندنا 33 الصندوق هذا الوسطاني تمام يعني هون في 33 مره هون 28 8 مرات. طول بالك معلم طول بالك شباب خلينا نعمل حسبه طول خلينا نشوف اوكي تمام يا ممكن يطلع لنا شباب لانه طلع لي اللفه هاي اللي فوق يمكن طلع لي هذا اللفه الذهبيه من فوق يعني ممكن يطلع لي سكين. اوكي جوتا حبيبي والله نفس الصندوق شباب والله شو الحدث شباب الجديد هذا. طيب خلينا نخلص من تحت. اوكي حلو هي خلصنا من تحت المتجمد التحت تمام. اوكي بلش يتجمد يلا يا زلمه يلا اعطينا السكين برو يلا يا زلمه يلا يا اخي حبيبي والله. طب هذا الصناديق شو الصناديق ما بنعرفه صناديق اسلحه صناديق هذول الاسلحه الزرقاء تمام. كمل يلا هات لنشوف هات لنشوف معلم. ويلي 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 يا اخي معقول لازم نضربها 17 مره شباب ولا شلون؟ طولي بالك يلا باقي 14 يا اخي والله يمكن يطلع لي قبل. يلا روح بيض 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 معلم شو 10 9 هات لنشوف 25 شباب على كل قطعة ما اعرف كم كانوا 30 بالصف الوسط يعني اذا بنعمل 30 ضرب 25 وتحت كانوا تقريبا 15 يمكن. لنشوف شباب كم الكلف يعني السكين يعني انت وحظك شباب ممكن يطلع لكم الاول لفة تمام مثل ما انتم شايفين شباب انا حظي معروف يعني حظي بيض تمام. هات لنشوف اللفة الأخيرة هيك سكرنا اعطاني الفيكتور يا اخي اوكي كمان مرة فيكتور صندوق فيكتور لا بدنا السكين حبيبي بدنا السكين معلم روح لا يا زلمة السكين يا اخي هل يتر يا اخي بدنا السكين يا زلمة شو اقسم بالله شاب شي مو طبيعي شو خلص هات السكين معلم هات السكين يا زلمة اعطينا السكين معلم يا الله يا اخي كم لفة خلص يعني ليش هيك يعني خلص بده يعني اعطينا السكين برو ده يلا برو يلا برو ما بيعطينا سكين والله يا ساتير ويلي 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 لا والله العظيم هيش تونا نعمل ريفرش للحدث حبيبي والله هات نعمل ريفرش نشوف بدون ما ايوه الفيكتور يلا السكين يا اخي خلينا نعمل تخطي يا اخي نجرب يا زلمه شو هيك يلا هالسكين السكين معلم يا اخي شو هاد لف من جوائز غير مجمده لف من جوائز غير جوائز غير المجمد طب حبيبي والله يلا السكين معلم يلا السكين حجي يلا حبيبي يلا السكين يلا يا زلمه يلا يا زلمه صراحه شباب بعرف كم كان معي جوال كم تقريبا 29 صرفت لحد الان 1000 جوهره اوكي ويلي لا 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 هيك مستحيل يلا بلو يلا يا زلمه هات السكين بليز السكين معلم السكين يا جميل يلا روح هاتو
يا اخي هل يا ترى فيش طريقه ثانيه ازاي نجيب هذا الحزمه الثعبان الافعى شباب تكتيك؟ لا يا لا لا حول ولا قوه الا بالله يا اخي يا اخي خلاص ما بدي فيكتور يا زلمه ما بدي فيكتور خلاص يا اخي سلام فيكتور صار عندي اقسم بالله حبيبي والله اوكي شباب رح نعمل توقف للتصوير لما بس يطلع لنا الحدث طب يا اخي يمكن يطلع يا بدنا نعمل ريفريش يا اخي بدنا نعمل ريفريش يا زلمه بدنا نعمل ريفريش هات لنشوف ايوه روح ما بيطلع ما بده يطلع معلم ما بده يطلع كله فيكتور معلم يا اخي طول بالك طول خلينا نعمل هيك ايوه هي ميس خلينا نشوف هذيك عم تروح شوي على اليسار ما طلع روح كمان لفه ايوه وين اقسم بالله شيء مو طبيعي يا اخي يلا هات السكين يا زلمه السكين حجي السكين يا زلمه السكين يا اخي نظارته عجبتني نظارات يا زلمه حلو السكين جاب النظارات هذول يا زلمه نظارات ما لون هذول الورا شو بسمونه هذول يلا روح كمان فيكتور يا اخي شو ها يا اخي مو لازم معنا تقريبا هيك كثير بالجوهر لازم يعني يخلصوا لا ما بيصير هيك يلا معلم هات السكين روح وين هذا الحظ يا اساطير اقسم بالله شيء مو طبيعي شباب اكتبوا لكم التعليقات شباب شو صار معكم انتو ويلي 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 شو هذا معلم بدنا ننامها على هذا الحدث ولا شلون يا اخي بالعاده لازم 15 دقائق معلم خلصنا ما طلع ما بده يطلع معلم ده شكله ما بده يطلع هذا الحدث معلم شكله هذا السكين مو حابب يطلع شباب عجب هل يا ترى في طريقه ثانيه ولا شلون دخيل الله كله فيكتور معلم مليت من فيكتور يا اخي والله ما بنلعب فيكتور يا زلمه ما بدنا الفيكتور يا اخي يلا روح هاتو ما بيطلع يا ستير ايوه روح اوكي حبيبي والله شغله مطوله يا شباب شو طلع لي والله ما شفت شو طلع لي شباب عجب طلع لي مرات يا اخي ثواني شباب مرات ما اعرف مرات طول بالك مرات حبايبنا مرات يا اخي ممكن يطلع لنا السكين معلم وانا ناسي حالي طول بالك مع الصناديق 95 صندوق جبت وات والحبيب ندخل على المود الباخر هل يا ترى طلع سكين مسكين لا ما فيش اوكي نرجع الحدث تمام شباب يلا ليتس جو اوكي يلا بسم الله هذا ان شاء الله يمشي الحال يا ما بده يمشي الحال يا اخي شو هذا يا اخي هذا نشف ريقي يا الله نشف لي ريقي هذا الحدث الشباب اقسم بالله يلا يا زلمه يلا برودر يلا حبيبي يلا 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 تخطي لا حول ولا قوه الا بالله يلا روح السكين معلم السكين يلا يا شباب يلا يا اخي ما بده يطلع السكين يا اخي شو بده هذا معلم صدقني يا اخي ما اطول اكثر من هيك يا اخي شو هذا قلي كفو واخيرا يا اخي اقسم بالله شو هذا يا اخي تعال معلم تعال كان معي تقريبا من 20000 ل 29 ما اتذكر شباب اوكي ما شباب انتوا عسكم شباب انتوا عسكم انا بعرف حظي يعني بيض تمام انت وحظك يمكن ب 25 يطلع لك اياها السكيم الاول لفه اوكي كتب تعليقات شباب كم شو صار معكم لو تبغى ندخل على الخزنه معلم نجرب هذا السكين حبيبي والله ندخل على الباقه الشعرات لحالها فيها الافعى معلم هذول الكوبرا معلم حبيبي والله بس النظارات شباب النظارات يعني غير شكل النظارات عجبتني كثير شباب النظارات اقسم بالله بالنسبه للحذاء حذاء يعني شيء كابر بنطال لو كان ثواني شوي بنطال هيك شايف الافعى هون معلم يا اخي تكتيك الافعى معلم كل شيء تعتبر بالافعى شباب بتعرف يعني متابع البسوس بيفهم علي اوكي خلينا نفتح هذا السكين شباب ونشوفه ونجربه بنشوفه ايوه فيه شغله ثانيه وما شفتها اللي هي هي حبيبي والله شايفين معي الشيف شباب طبعا شوفوا هنا عند هذا لا مو هي طولي بالك معلم طولي بالك وين اقصد على هي شايف معي الشيف
وعليه شوفني هذا حتى النظارات هيك بتطيق له والله تبعت البويه طالع شيء مرتب. اوكي خلينا نعمل هيك شباب، نعمل تكميل وما اعرف شو، ندخل على التدريب معلم. شوف شباب حاطط كريستيانو هون شباب، راح نوده باقي له يومين شباب يروح كريستيانو حبيبي والله. ليتس جو هذا نشوف. شوف شباب السكين ما راح ندخل نجربه شباب لانه طول، عشان ما نطول عليكم اكثر من هيك. ان شاء الله مش نجربه، ان شاء الله اللي مسويته على البث مباشر. اوكي يا اساطير هذا هو السكين حبايبنا مثل ما انتم شايفين يا اساطير. طبعا تشيكيت يعني هيك باين عليه، بس وليك البنطال سوي شوي. هل الشيء اللي عم يطلع فوق راسه معلم ما بفهم، بيروح لحاله وبيجي ولا كيف؟ طول بالك. اولي بيروح لحاله بيجي حبيبي ولا. اوكي ليز اند جنتلمان حبايبنا الكرام، هيك بيكون يعني انتهى مقطع اليوم شباب، كثير طولنا عليكم وتاخذونا. تمام لا تنسوا شباب يوم الاربعاء راح يكون السيرفر راح يتجدد، لا تنسوا التجديد التحديث وسكنات لا كازا دي بابيل شباب راح يرجع شباب، لانه نفس الوقت يوم الجمعه كمان راح نتفليكس راح يكون يرجع الجزء الثالث. كثير متحمس الجزء اللي جاي مو الثالث يا اخي، المهم الجزء الثالث شباب. المهم اوكي يا زلمه بشوفكم على خير، بشوفكم مسيرة على البث مباشر على الفيسبوك. سلام عليكم.